شهر جديد والعاب مجانيه جديده للجهاز بلايستيشن 4 والاكس بوكس 1. في هذا الفيديو بنستعرض لكم هذه الالعاب، بدايه بالعاب خدمه بلايستيشن بلس. نيو، لعبه الاكشن ار بي جي نيو من تطوير تيم نينجا، تدور احداث اللعبه في اليابان وفي سنه 1600. راح نلعب بالساموراي ويليام وبنظام قتال مميز يعطينا وضعيات مختلفه للاسلحه، وهذا الشيء بيساعد كثير في قتال الاعداء ويقدم تنويع في اللعبه. اللعبه ممتازه وفرصه تجربتها بشكل مجاني قبل اصدار الجزء الثاني منها. Goat Simulator، اللعبة المشهورة والاستهبلية Goat Simulator. اللعبة غريبة وحتى المطورين في الموقع الرسمي يقولون لك ان اللعبة صغيرة ومكسورة، لا تتوقع شيء كبير منها، بس فكرتها بسيطة. كل ما سويت فوضى في العالم راح تسعى نقاط اكثر، يعني ما راح تعتمد على قصة او مهمات قوية، بس الاكيد انها بتعطيك تجربة مختلفة ومليانة ضحك. فيها اشكال وملابس تقدر تغيرها بينها او تستخدم صاروخ يطيرك بالجو وغيرها الكثير. اللعبتين راح تتوفر على PlayStation Plus في 5 نوفمبر. ولا ننتقل للألعاب الاكس بوكس جولد. اول لعبه هي شيرلوك هومز ذا ديفلز دوتر من تطوير فروغ ويرز. هي لعبه مغامره مع المحقق المشهور شيرلوك هومز، والتحقيق راح يكون في مدينه لندن في العصر الفيكتوري. اللعبه تعتمد على التحقيق واستخدام قدرات شيرلوك حتى تقدر تتقدم في القصه وتوصل للنتيجه النهائيه في التحقيق. اللعبه متوفره من تاريخ 1 الى 30 نوفمبر. ثاني لعبه معانا في القائمه هي ذا فاينل ستيشن من تطوير دو ماي بيست. تعتبر لعبه مغامره واكشن. اللعبة فكرتها في عالم متدمر ومليء بالزومبيز، ومهمتك هي النجاة باستخدام القطار، وتحاول انك تنقذ الناجين وتجميع المواد حتى لو وقف القطار. اللعبة متوفرة من تاريخ 16 نوفمبر الى 5 ديسمبر. لعبة ستار وورز جيداي ستار فايتر. اللعبة صدرت على جهاز الاكس بوكس الاصلي وراح تكون مجانية وبتحسينات لجهاز الاكس بوكس 1 اكس. هي لعبة اكشن تعتمد على الطيران، وراح تلعب شخصيات مختلفة تحاول فيها محاربة الاعداء باستخدام اسلحة متنوعة. اللعبة متوفرة من تاريخ 1 الى 15 نوفمبر. اللعبة الأخيرة هي جوي رايد تيربو من تطوير بيج بارك. هي لعبة سباقات أركيدية تعتمد على تنفيذ الحركات البهلوانية والسرعة. فيها طور مختلفة مثل البرو ريس والباتل ريس والتايم ترايل. وفيها ميزة تقسيم الشاشة إلى 4 لاعبين والتحدي بينهم. اللعبة متوفرة من تاريخ 16 إلى 30 نوفمبر. وهذه كانت الألعاب المجانية لشهر نوفمبر. عطونا رأيكم بالألعاب ولا تنسونا بدعمكم الرائع وتشتركون بالقناة وتفعيل زر التنبيه حتى يوصلكم كل جديدنا أول بأول. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.